هلا والله، معكم ايجل، واليوم جايكم مقطع عن سيزن الجديد كريمزن هايست. شكرا ليوبي سوفت ورينبو لانه متاح الفرصة لي اني اقدر اجرب السيزن الجديد بدري. Getting the job done often requires a creative approach. That's where I come in. زي ما شفنا مع مقطع التعريف الشخصية اللي بتيجي مع سيزن كريمزن هايست، جينا الشخصية الجديدة اللي هي فلوريس من الأرجنتين. بس عنده 4 درونات، هي مثل الدرون العادي ولكن متفجرة. يقدر يستخدمها بشيل اليوتيليتي أو يقدر يقتل فيها الديفندرز. ويمكن من اول نظره نقول عن الشخصيه اوبي، ولكن عشان يكون في شويه صعوبه وشويه بالانسنج في الشخصيه، الدرون ما يقدر يمشي الا قدام وما يوقف الا اذا قررت انك تفجر الدرون او تامر الدرون يخلص. Yes! I left it for you. I done it. Oh, nice! ومع سيزن كريمزن هايست بيكون في جادجت جديد اسمه جون 6. هو عبارة عن لانشر صغير يتبدل بدل مكان البستل وما عنده الا طلقة واحدة. الفائدة منها انه يقدر يشيل البولت بروف جادجتس مثل الايفل اي واي شيء بولت بروف جادجت. Coming. Gun 6 له طلقة واحدة وله كاونترين اللي هو ييجر وماي، فعشان كذا لازم تكون منتبه انه ما يكون في ييجر ولا وماي عشان ما ياخذ منك الطلقة الوحيدة اللي عندك في الجوني 6. واللي عندهم الجادجت حاليا اللي هم جلاز ودوكي لاين فينكا ريدلوك امارو ايانا وزيرو. وممكن نشوف في المستقبل شخصيات ثانيه تكون مع الجادجت، ويمكن بعض الشخصيات تنشال منه الجادجت. ومع كريمزن هايست حيكون في ريورك للماب بوردر. واخيرا زي ما شفنا في الفيديو ريفيل لريورك بوردر تغيرت اشياء كثيرة منها الاضاءة. انا حاليا ودي اركز على كم نقطة في الريورك عجبتني صراحة ولازم تشوفونها معي. نبدأ باول شيء انجل الروف، واخيرا صار صعب تبيك على الممر الايست ولكن يكون عندك انجل صغير على البلكونة الجديدة اللي تطل على الايسترز. وهنا نشوف درج جديد يوديك للأركب، بدل ما انك تسوي ريبل عندك الان طريقة ثانية انك توصل للبلكونة واللي هي الدرج الجديد. وفي أرمري هولوي حنشوف تغيير بسيط ولكن تغيير كبير بالنسبة لي، لانه حيقل من السبون بيكس اللي يطلعون من السي سي دور والأرمري دور عشان يطلون على السبون. وهنا حنشوف تغيير كبير للإيسترز
منها نشوف ان الشباك صار شباك واحد والايستيل صار اوسع، وطبعا البلكونة الجديدة اللي جت مع ريورك بوردر. طبعا زي ما احنا قاعدين نشوف الفرق، الجدران تغيرت والارضية تغيرت الوانها، سيكوريتي مع الريورك صار انظف، والهاتش تغير مكانه من الوسط الى زاوية الغرفة. عموما جدا سعيد بريورك CCTV. بالنسبة الباسبورت، بدل ما كان في 4 جدران يمديك تسوي لها بريتش، الان صارت فقط جدارين انه يمديك تسوي لها بريتش. اما بالنسبة الى تيلرز وباثروم تغير بشكل كبير. من ناحية روف التيلرز الان اصبح ما يمديك تسوي له وول بانج او ينفتح فيرتيكلي، والباثروم الان صار اوسع من قبل، ومنها التيلرز هاتش صار بدل في التيلرز صار داخل الحمام. اما بالنسبة الى اركايفز وارمري، تغير تغيير كبير. منها الان احنا في الاوفيس قاعدين نشوف ان الارضية مو زي قبل، قبل كان يمديك تلعب شوية فيرتيكال بلاي على تيلرز، اما الان ما يمديك. الهاتش حق تيلرز تغير بعد، الفاونتن نفس ما هو ما تغير، اما الاركايفز الان صار اوسع ولك الاريحية انك تلعب في اركايفز كديفندر. اما الارمري صار نفس اركايفز، صار شوية توسيع، ومنها ان الساندويتش صار اصغر، ولكن في لوكرز قدام الساندويتش اللي يحميك من البلايرز اللي يتعلقون على ساندويتش ويندو، فيمديك تسوي كروس بدون ما تموت منه. وهنا نقدر نشوف الشيء الكبير اللي حيساعد الميرا بلايرز والباندت بلايرز، ان ارضية الارمري صارت مو سوفت. وكذا يكون اختصرنا سيزن كريمزن هايست. يعطيكم العافية على حضوركم للمقطع، واتمنى ينال اعجابكم، وان شاء الله نشوفكم في المقطع الجاي.